Please have a seat. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أنا بحييكم كلكم باسم بتاع ربنا يسوع وبحييكم كمان وأن احنا بنلتقي في هذه الأمسية this season بتاع عياد والعيد اللي احنا فوقه اسمه Thanksgiving اللي هو عيد الشكر. كلمة شكر كلمة عزيزة جدا في نفسي بالذات أنا واقف قدامكم. الشكر بيبدأ من الوالدين اللي ربوك لحد ما بقيت زولا له قيمة، لازم تشكره. الشكر للناس اللي ناضلوا من أجل البلد لحد ما حرروا البلد وبقينا عندنا سيادة وبقينا عندنا وطنية. الشكر للأم اللي تعبت تسع شهور وتعبت عشان يطلعنا كناس مسؤولين وكناس. الشكر لكل رجل أخذ على نفسه مسؤولية عشان يتزوج ويكون أسرة. والشكر لكل شخص أخذ من وقته عشان يعمل عمل قومي وعمل اجتماعي وعمل ممكن يقدر يخدم الناس. والشكر لكل رجالات الدين بمختلف مقاماتهم. وقبل هذا وذاك أنا أقدم الشكر لكمرد بنجامين اللي هو كرئيس بتاع الحركة الشعبية في ولاية أريزونا. وأقدم الشكر لكل النساء لله حضرنا في هذه الأمسية عشان يشاركنا أخواتهم في أبيعي كوميونيتي. والشكر للمكتب بتاعت المرأة بتاع أبيعي. والشكر للمكتب الجديد وأنا بهنيكم. أنا لأول مرة وده ذاته أنا بشكر به ربنا، لأول مرة أنا أكون واقف وماشي بعصاية الوكر. لكن أنا بقول شكرا كمان لربنا، لأن لو ما سبب اللي أنا ماسك العصاية ده ما كنت واقف قدامكم الليل وأنا بشارك المؤتمر بتاع النسوان ده. لأن أنا كنت بكون موجود في الجنوب والمناسبة ده كان هيتعمل وأنا ما موجود. لكن it was just a reason إنه ربنا حصل لي ستوب. لكن الستروك ما الستروك اللي بقول عليه كومبليت ستروك. وبالتالي انا اعتبرته كسبب انه ربنا جابني لاريزونا عشان نجي نكون معكم في الزمن ده او في هذه الامسيات. الشكر بتاعي بمشي لابعد من كده. ام ايالي اللي هو مانامو اول مره انا الاقي المره دي وانا بفتش في بيت الاستاذ بتاعي استاذ عزيز اسمه استاذ اكول امول اكول. اي ثينك في ناس كتار بيعرفوا من هذا بيعرفوا استاذ امول. فقابلت البيت بسعادة ان انا بفتش في بيت بتاع استاذ امول. فقام قال لي البيت ده بعيد جدا لكن انا بمشي برجله. البيت رجعت معي من الحته اللي لحد ما وصلت للبيت انا بفتش قال لي عودة للبيت. لما انا شفت المسافه البيت رجعت بيه من هنا عشان تجي توريني البيت انا قلت بس ده الخدمه اللي انا بفتش فوقه. لانه انا بحب اخدم ناس. فاذا بنتي بترجع مسافه نص ساعه عشان تجي توريني البيت ده هو بس انا بفتش فيه. والكلام ده قبل 33 سنة. وأنا بشكر ربنا إنه النهاردة الليلة كونا أسرة. أنا فخور به شديد والشكر برجع لربنا إنه لماني مع أم يالي. وأنا متأكد إنه كل أم وكل أب وكل رجل بيحب مرته لازم يحب أولاده ولازم يحب بيته ولازم يحب الكوميونتي.
الفنانين الاثنين اللي غنوا قبيل قدامكم ده ده من قبيلة أشفام أشفام وياه ودي القبيلة اللي أنا متزوج منه فالأعضاء جدد أنا بشكركم شديد والمهمة ما مهمة سهلة زي ما أنتوا عارفين قضية دبي قضية قومية معليش يا شباب الكلام ده ليكم انتوا العيال if someone can control الأولاد قضية دبي قضية قومية قضية بتتوارث من أجيال لأجيال زي النضال اللي عملناه لما نحن حررنا الجنوب لكن ستيل في محلات انتوا بكون تابعتوا الريفرندم اللي عملناه في أبيعي وبالتالي لو كان في أي جنوبي كان بيشك انه ناس أبيعي هم جنوبيين افتكر بالريفرندم اللي اتعملت ما في أي جنوبي ولا جنوبية ممكن يفتح خشمه تاني يقول انه ناس أبيعي ما جنوبيين وإذا كان في زول لسه مصر إنه يردد كلام بتاع جلابة إنه جلابة بقول إنه أبيعي تابع للشمال فجلابة أساسا هم دايرين البترول ودايرين الريسورس ما دايرين اللان ولا دايرين الناس على اللان فمهمة بتاعكم أنتوا كنسوان أفتكر جزء كبير من المهمة بريفرندم وأنتي كذا أبيعي لوي I think مهمة دي دكوا كتير أكيد جدوم زي ما انتوا عارفين في أبيعي في تنظيمات تكا تشاك وهذا كي دي أرقاء تشاك تنظيم تشاك كنتو القلب الواحد وفي تنظيم كنتو ده لما الشهيد كولا دول اللي هو السلطان بتاع عموم دين كماو لما نستشهد كل القبائل التسع النسوان دين بفكرة انه لازم كل قبيلة يجيب رشة عشر النسوان والنسوان قويات التسعين مرة ده ديلي هم المشهو قاعدوا في أبيعي لحد ما جابوا جسمان من بتاع كوالا دول من المهل المشهو كتلفوه ومن يوم ده these 90 women they take it upon themselves to take the responsibility and they name themselves Piontok Piontok in the Dinka the Arabic Dal Khalb Al Wahid One heart in English. وفي تنظيم تاني اسمه تيتباي. تيتباي ده تنظيم بتاع الشباب. شباب من 15 لفوق. They take it upon themselves to make sure they organize themselves and to protect again land. وسموه تيتباي. يبقى مهمة بتاعنا كناس في الديسبرا. أو كناس ما موجودين في أبيعي مهمة بتاعنا يكون كلنا ننطوي تحت اللواء بتاع تنظيم اسمه ويرباي ويركوبا Let us put our hand together and develop not just أبيعي Let us put our hand together especially people of diaspora Let us put our hand together and develop the entire Junub Sudan and may God bless you and thank you very much قبل ما أنا أمشي من هنا البتاع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده نازلين قالوا انه انا اعلن انه ده عشان اي زول لو انت جيت بجنيه وبجيت بدولار انا طبعا زول بتاع جنوب عشان كده بتكلم بلغه الجنيه لو انت جيت بدولار ولا 5 دولار ولا 10 دولار حتى لو حاجه كانت بتمشي بيها مواصلات خدته هنا وانت اطلب من اختك ولا اخوك اللي عنده عربيه عشان يرجعك وانا هبدا بالبتاع ده بخد 500 دولار ده كتبرع بتاعي وده انت نتكلم زكريا and the story of Thanksgiving and the Arab Women Association in the United States.